حقيقة هو أنه هذا الحجر الصحي لزم على المستهلك أنه يبقى في الدار، لزم عليه أنه يعمل في الدار، ولزم عليه كذلك أنه يقري ولاده في الدار. المسؤولية ما يمكنش تكون غير على المستهلك وحده، لأنه المستهلك كذلك ساهم في هاد إنجاح هاد الحجر وإنجاح باش تبعد منه هاد الآفة هذه. فبالتالي الآثار المادية اللي دخلتها لهذه الآفة هذه عندها أثار كبيرة وكبيرة بزاف على المستهلك. ففي الوقت اللي المستهلك ما بقاش عنده الدخل العادي ديالو، كاين بعض المستهلكين اللي ما دخلوا حتى شي ريال، كاين بعض المستهلكين اللي كيشوف اللي شافوا الدخل ديالهم نقص بعدة مرات الدخل العادي ديالو، فبالتالي وشاف كذلك انه بين الفواتير ديالو ما كاينش غير فاتورة ديال الماء والكهرباء، راه كاين فواتير اخرى، بين الفاتورات ديالو كاين ارتفاع في الفاتورة ديال الماء والكهرباء. هنا الجامعة الوطنية جمعية المستهلك كتحمل المسؤولية كذلك للحكومة والدولة، لأنها ما بيناتش على واحد المساعدة أو لا واحد المساهمة من طرف ديالها المستهلكين. وبالتالي الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك كتطلب أن الحكومة والدولة كذلك تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجامعة فيما يخص اعتبار الشطر الأول كشطر لفوترة جميع المغاربة في هذه المواد هذه ديال استهلاك الماء والكهرباء. ثانيا الضرائب اللي هي ولا الرسوم، وكذلك الضرائب والرسوم اللي هي ناتجة عن هذا الاستهلاك هذه خاص وكذلك هو أنه يتحيد، لأنه ما كان فهموش علاش أنه المستهلك يخلص الفاتورة ديالو يقعد في داره ما يخدمش يخلص الفاتورة ديالو، وبالتالي يخلص كذلك حتى الضرائب اللي على هذه الفاتورة ديالو. ثالثا هو أنه المستهلك المغربي 6 أشهر ديال استرجاع هذه المبالغ ديال الفاتورة ديال هذه المرحلة هذه كنعتبروها بأنها غير مناسبة، وكنطلبوا أنه تكون واحد الإرجاع على حسب القدرة ديال كل مستهلك، لأنه خاصنا نأخذ بعين الاعتبار بأنه هذه المرحلة هذه بالنسبة للمستهلكين هي مرحلة صعبة وصعبة جدا، خارجين من 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 الحجر، وغادين كذلك العيد الأضحى اللي هو على الأبواب، عطل ديال المغاربة كذلك العطل الصيفية، وأكثر من ذلك كاين كذلك الدخول المدرسي، وهذو كلهم كيأثروا على القدرة المالية ديال المستهلك.